السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا جديد في قناتي وقناتكم عالم اميس متنوعه. كنتمنى لا فيديو اليوم تلقاكم اتم الصحه والعافيه بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. كلكم كتسالوا احنا فين، انا غنقول لكم حنا فين، ولكن قبل ما نبدا معاكم ونقول لكم حنا فين، بغيت نوجه التحيه ديالي لواحد الاخت في امريكا، كانت قالت لي نمشي نصور ليها لا فيديو هذيك صار 6 شهور وتعطلت عليها، ولكن اختي راه ما كتبش النهار اللي كتب انا صورته لك. حنايا في الجهه ديال سابلدور طونجي بيتش، الطريق ديال اصيله في الظهر ديالنا، خلينا اصيله وخلينا تهدرت هنا، راه باقي ما دخلناش البلاصه ديال البياج ديال لوطوط. هادو هما الناس اللي كيقولوا لي بغينا دي زابارتمون اون فاس مع البحر، هما هادو كاين سابلدور وكاين طونجي بيتش وكاينه واحد كولينا، مهم شي حاجه بحال هكا، انا غنشوف لكم السميه غنسيت عليها. هادو مقابلين مع البحر، هادو في الاول كانوا تباعوا ب 20 مليون ديال طونجي بيتش، وكاين دابا اللي كيتباع حتى ب 42 مليون، كاين اللي كيتباع ب 25 مليون. المهم رقم التليفون هو هذا 05 22 67 10 00، 05 22 67 10 00. تواصلوا معاهم، كاين بزاف على كاين اللي غيقول لي وما جبتيناش لا هادو داك العام كنت صورتهم ما كانوش مصبغين ما كانوش مفينين. دابا المشكل اللي كان عند الضحى دابا كلشي خدام عندهم، ما بقاش داك المشكل ما بينها وما بين الدوله، شي ضرائب ما ضرائب، دابا كلشي مقاد كلشي هو هذاك. تواصلوا معاهم راه باقي عندهم شطا واحد اخر. وبالنسبه للناس اللي باقي ما عيطوا لهم، شكون متاكدين ها هو المشروع راه خدام، راه كلشي هو داك، حيت السيده كانت شاريه هنايا وما كانش عارفه فين وصلوا وما عندهاش شكون يقول ليها فين وصلوا. عليها كنقول لها كنعتذر على التاخير، ها هما فين وصلوا، الدنيا هنا زوينه بالجريده سيكوريزي، كلشي كاين، كاين الحوانت، كاين تما واحد لاكريش، كاين مهم كلشي كاين تما، خصوصا بالنسبه للناس ديال العربه اللي باغيين يشريو غير شي حاجه ب 25 اولا كبيره شويه ب 42 مليون يمشيو لتما. كنظن هنا راه الديكلاراسيون 100%، سواء 25 مليون كيديكلاريو لكم 100%، سواء 42 مليون كيديكلاريو لكم 100%. وهانتوما كما كتشوفوا المنطقه غزاله وزوينه وعلى البحر، طنجه قريبه لك ب 10 دقائق بالطوموبيل. بغيتي تمشي لاصيله، بغيتي تهبط لتهدرت، بغيتي تهبط لبريش قريب لك. المهم صراحه موقع استراتيجي، اللي باغي الكان باغي بعيد على المدينه باغي بعيد على هذا يبات هنايا، وفي العشيه تال ديك 7 الليل عاد يهبط لطنجه يقيل يدور يتسابى وهادي وهادي ويرجع مع الوحده الليل ويصبح لاعس مع راسو البحر قدامه. كاين اللي غيقول لي كي داير البني فيهم، راني ديجا نزلت واحد لابارتمون ديال واحد السيده، الناس كيقول لك زوينين غير حاجه وحده ما فيهمش الاسانسور، باش نكونوا على بينا من امرنا. ايوا هذا هو السؤال اللي غطرحوا عليا، ما كاينش الاسانسور. هانتوما كما كتشوفوا راه دايرين البلايك دايرين كلشي، وكاين اللي غيقول لي شوف كان عندهم مشكل شحال هادي، كما قلت لكم كان عندهم مشكل، ها هو هنايا هذا سابلدور، ها هو ابتداء من 23 مليون ديال الضحه. المهم غتسولوني غنقول لكم شحال هادي كان المشكل ديال انهم الناس واخا خداو ما خداوش التيترات ديال الارض. ها هو هنايا مكتب البيع واحد اخر، ها هو هنايا عاوتاني كوراليا كاين سابلدور كاين كوراليا وكاين طونجي بيتش. كنظن طونجي بيتش الا لقيتو شي حد بغى يبيع غتسولوني كان شحال هادي عندهم مشكل. كان الناس اللي خداو خلصوا كلشي وبقاو 5 سنين كيسينو التيتر، فهمتوني، كيسينو الوراق تكون مكتوبه فيهم سميتهم، تكون دابا هاد المشكل ما بقاش، حيت بزاف اللي غيكونوا ديجا خداو وباعوا على هاد المشكل هذا. دابا هاد المشكل ما بقاش، هذا هو الشطر الاولاني هنايا، هذا هو طونجي بيتش هنايا فين كانت في الاول. وصراحه كنعرفوا الناس خدامين في طنجه وساكنين تما، كاين اللي غيقول لي لا الميديتي ما الميديتي، المهم راه طنجه كلها فيها الميديتي باش ما يكذبش شي حد، كاع المدن الساحليه كلهم فيهم الميديتي باش نكونوا على بينا من امرنا. ودابا تبارك الله راه كاين بزاف د الحوايج، كاين الصباغه خصيصه للميديتي، كاين بزاف د الحوايج. المهم هادو باش جاو مفججين ومفوجين، ماشي عماره لاصقه على عماره، ولا بارتمون تقريبا كتلقى كاع لي ديزابارتمون فيهم جوج الواجهات. هاهي هنا طونجي بيتش راه كاين بالعساس بالسيكوريتي بكلشي ليه. المهم انا كنحاول نقرب لكم نعطيكم معلومات كامله، باش اللي بغى راه خليت لكم الرقم التليفون ديالهم تواصلوا معاهم
والله يسخر الجميع. وهذا هو الشطر الاولاني، هو هذا كامل هذه الجهه ديال طونجي بيتش. انتما كما كتشوفوا صراحه في الربيع كتكون الدنيا كلها هنا خضراء غزاله، وكنظن كاين لا فارماسي، كاين الحوانات، كاين هانتوما كما كتشوفوا دايرين هنا واحد لو بارك دو جو للدراري الصغارين هنايا، انا قربتو لكم باش تشوفوه باش يلعبوا وليداتكم ان شاء الله. المهم كنحاول نقرب لكم كلشي. وهانتوما كما كتشوفوا راني اليوم كنت مخرجه وليداتي الاصيله وجيت من اصيله وقلت ولا بد نصور لكم، كنقول لولادي سكتوا باش ما يتسمعش الصوت باش نصور لكم باش ما تقولوش ناسياكم. ها انتما كما كتشوفوا معايا، وها هو كاين عاوتاني واحد البارك دو جو لهاد الجهه هنايا. ها انتما كتشوفوا راه الناس مستاسيونيا، كاين الطوموبيلات، كاين كلشي. انا كما قلت لكم اللي بغى فلوسه ما بغاش ياخذ بزاف يعطي النوار وديكلاراسيون 100% عليه بهاد البلايص هادو. ها هو هنايا كاين الجريده، كاين الطوموبيلات، كاين واحد البارك صغير واو دو جو شتو. المهم انا حد هنا ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم، واي حاجه انا تحت الامر ديالكم مرحبا بكم، وحنا هنايا باش كنتعاونوا مع بعضياتنا. واللي عنده شاف شي مشروع وبغى عليه شي معلومات وعافو فين جا يعطيني غير السيتياسيون ديالو فين جا، يعني البلاصه ديالو فين جا، ويعطيني غير السميه ديالو وانا نقلب عليه ونجيب لكم معلومات كامله باذن الله، بحال اللي غندير لكم على مشاريع تطوان. ما تنساوناش غير باللايك وبالبارطاج وبالتعليق، وخصوصا لايكات، الله يجزيكم بالخير. والسلام عليكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله على قناتي وقناتكم عالم أميسك متنوعه.